تعرفني بحضرتك؟ ايمن عبد المصطفى عبد العليم محمد بدوي، محافظه البحيره. طيب حضرتك جاي النهارده عشان ترشح نفسك للرئاسه؟ دي المره الثانيه بحاول اقدم للترشيح لرئاسه الجمهوريه لعرض الحلول للمشاكل الاقتصاديه في الدوله والحل المشاكل الاقتصاديه والتقديم حلول حقيقيه اللي احنا بندور عليها كفلاحين او كعمال او كمجتمع شعب مصر بالكامل. طبعا انا اساسا النشأة بتاعتي اساسا مواليد المنوفيه، يعني اساسا جاي من المنوفيه وعشت في القاهره لما خدت المؤهلات بتاعتي ودبلوم تلميذ اصطناعي، واستكملت بعد كده انتقلت تاني لمحافظه البحيره. مارست العمل بتاعي يعتبر مهنة صناعة السيارات، شركة عالمية لصناعة السيارات هاشم باص، وبعد كده اتجهت لتبني فكرة استصلاح أراضي، وحصلت على قطعة أرض يعتبر اشتريتها من الباطن بوضع اليد، وقدمت طلب للدولة طبعا بالتقنين، وبقى لي حوالي 15 يعني من 84، وطبعا الحمد لله استصلحت الارض ونجحت. يعني انا معايا حاليا في 50 فدان امتلكهم انا واخواتي 9 افراد. تمام. طب ايه هو برنامج حضرتك؟ والله البرنامج بتاعي ان انا شايف ان انا كنت من سكان المدن وشايف ان فرص العمل متضاءله في المدينه، فانا هنصح الشباب بان هي ان احنا نعمل توسعات حقيقيه ونطلع كشباب من المدن ونبدا ننزل الريف ونبدا نعمل صناعات، يعني ممكن ننمو برضه ونعمل صناعات ونفتح نخلق فرص عمل جديده. يعني الاهتمام بالريف والكره البرنامج الاساسي بتاعي، يعني هو الاساس المنظومه بتاعتنا. يعني المشاكل الحقيقيه عندنا في التكدس السكاني، التكدس السكاني عامل لنا ازمات في المرور وازمات في فرص العمل، يعني مسبب نسبه مشاكل جامده. نسبة المشاكل دي مش هتتحل اساسا الا بتوسعات حقيقيه. فالتوسعات الحقيقيه دي هتبقى فين؟ يبقى في المحافظات. احنا المساحه المستصلحه اساسا من مصر بالكامل يعني يعتبر قارب من 7% من اجمالي المساحه. طب ايه اللي هيبقى من اولويات حضرتك؟ والله اولويات اهتماماتي طبعا ان انا احاول انزل الاسعار اللي هي ارتفعت اللي اتسبب فيها محمد مرسي بقرارين اللي هم كانوا بتوع رفع المرتبات والتعويض بتاع رفع المرتبات لما طبعا حصل انخفاض في الميزانيه العامه للدوله من العمله الصعبه، حد يعوضها طبعا بالقانون التشريعي اللي هو بتاع رفع ال 50 سلعه ضريبيه. طبعا ديت هي اللي عملت الكارثه الحقيقيه ان هي رفعت جميع السلع الاستراتيجيه. يعني سواء اهم اولويات حضرتك تخفيض الاسعار. اهم اولويات حضرتك تخفيض الاسعار. طبعا عشان الموظف النهارده بيهمه ايه؟ النهارده الموظف ارتفع مرتبه والاسعار عليت. منظومه السوق والخضار والسلع والمعيشه الاساسيه اللي هي المواطن البسيط. والنهارده لغايه دلوقتي انا بصراحه ما شفتش حد قدم حل.